فضيحة جنسية. القبض على رجل مسن يغتصب طفلا وسط الشارع قبل قليل وبهذه المدينة. ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذه الأخبار، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وأيضا الاشتراك معنا في القناة لكي تتوصلوا بجميع الأخبار المغربية. أما في تفاصيل هذه الأخبار، فقبل قليل بمدينة الدار البيضاء فضيحة لعثور على مسن يغتصب طفلا وسط الشارع بعد إلقاء القبض عليه من طرف أبناء حي الرؤية، بعدما كان يستدرج الطفل بواسطة مبلغ مالي بسيط، وكان يستدرج الأطفال وسط خلوة ويمارس معهم، وحلت عناصر الأمن بدورية قريبة من الحي إلى عين المكان وإلقاء القبض على هذا المسن بعد تسليمه من طرف أولاد الحي، وهذا تحت صدمة لعائلة الطفل وأبناء الحي. فتتقدم قناتنا الإخبارية كل أخبار المغربية باستنكار شديد لهذه الأفعال الشنيعة التي تمس بحياء المواطنين والمواطنات. نشكركم على المتابعة ونلقاكم في خبر آخر وفيديو آخر إن شاء الله.